إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته، وأحذرها من معصيته ومخالفة شرعته. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاشر المسلمين، ما بال الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة وعن الصف الأول، ونرى أن الذين يبكرون ليسوا هم الأعلم أو الأفقه أو الذين يعلمون الثواب وما كتبه الله جل وعلا للعباد من التبكير، ولا نجد أن أكثرهم حضورا أوفرهم صحة وأكثرهم قوة. نعم يا رعاك الله، ما الذي جعل الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة، يتأخرون عن الصف الأول والنداء، مع أنهم يعلمون الفضل فيهما؟ ما الذي يجعل الناس يزهدون في الرياضة وهم يعلمون أثرها وحاجتهم إليها ويعلمون فوائدها؟ نعم يا رعاك الله، ما الذي يجعل الناس لا يستكثرون من العلم ولا يستكثرون من الشهادات؟ إذا ما تأملت وجدت أنه الداء الخطير وأنه الداء العظيم الذي إذا ابتليت به الأمة لا تقوم لها قائمة، ولو ملكت الأموال ولو ملكت الموارد ولو ملكت كل شيء، ألا وهو الكسل. نعم يا رعاك الله، قل لي بالله عليك، كيف تنتفع الأمة من عالم كسول؟ كيف تنتفع الأمة من غني كسول؟ كيف تنتفع الأمة من حافظ لكتاب الله كسول؟ نعم يا رعاك الله، الكسل. وما أدراك ما الكسل؟ تعوذ منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان كما روى مسلم في صحيحه أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. نعم يا رعاك الله، الكسل ورد في كتاب الله جل وعلا، لم يجعله الله سبحانه من صفات المؤمنين، لأن المؤمنين يعملون ويكدحون ويجاهدون ويجتهدون، كذلك لم يجعله الله جل جلاله من صفات الكفار، فالكفار وأهل الفجور كذلك يعلمون وكذلك يعملون ويجدون ويجتهدون. وقد قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أتظن أن أهل الباطل ينامون وينتصرون، أو أنهم فجأة يمكنون؟ لا، يعملون ويكدحون ويجتهدون، وربما لا ينامون، وينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ذكر الله جل وعلا النفاق وربطه بالكسل، فالمنافقون كسالى، إذا انتصر المسلمون قالوا: إنا معكم، وإذا قامت قائمة الكفار قالوا: ألم نكن معكم؟ نعم، لا يعملون ولا يجتهدون، إنما هم مع الغالب، إنما هم مع المنتصر. ولذلك ذكرهم الله جل وعلا وذكر صفة من صفاتهم أنهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم يا رعاك الله، المؤمن ينفر من صفات المنافقين وينفر من الكسل، فإنه لا يليق به. ولكن كيف ينشط الإنسان؟ كيف يكون نشيطا؟ وقد يقول قائل: إني أعيش في مجتمع هذا دأبه،
هذه عادته. الناس لا ينظرون إلى المال أو المسميات أو الإنجازات السريعة، ولكن كيف لي بالنشاط؟ اعلم يا رعاك الله أن أكثر الأمور التي تعين الإنسان أن يكون نشيطا وضوح الهدف، وجود الغاية التي يراها الإنسان أمام عينه. فإذا وجدت الغاية استمر النشاط، ولو نشط الإنسان مع عدم وضوح الغاية فربما ينشط مرة أو مرتين، ولكن لأن هذه الجهود مبعثرة فإنه لا يستمر. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة الخندق يضرب الحجر ويقول الله أكبر، أريت مفاتح الشام. انظر إلى الغاية البعيدة التي ينظر إليها. انظر إلى وجود الغاية عند من يحفظ كتاب الله جل وعلا، أو من يريد أن يمكن لهذا الدين، أو أن يدخل جنات رب العالمين، أو أنه يريد أن يكون رقماً صعباً. إذا ما وجدت الغاية ووجد الهدف أمامه فإنه سيستمر على النشاط، سيستمر على العمل. فضع لك هدفاً واضحاً، أريد أن أحفظ سورة البقرة، أريد أن أحفظ سورة آل عمران، أريد أن أستطيع أن أجري ساعة متواصلة، أريد أن أحقق شهادتين أو ثلاث، أريد أن يسلم على يدي 1000 مسلم، أريد أن أبني 100 مسجد، أريد أن أحقق إنجازا واضحا أراه وأعلم مكاني منه. هل اقتربت؟ هل ابتعدت؟ هل أنا في نصف المشوار؟ فإن لم يكن الهدف واضحا فقل على النشاط السلام. كذلك بعد أن يكون الهدف واضحا وأن تضعه نصب عينك، لا بد من بيئة معينة. فالذي يجالس الكسالى أو العجزة أو الذين لا يعملون فإنهم لن يعينوه على الاجتهاد. واعلم كم يفوت الكسالى والمتخاذلين والمتفرغين من أنشطة. انظر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف كان نشيطا. أول من آمن من فارس أراد أن يبحث عن الدين الحق، فإذا به يهاجر إلى الشام، إذا به يجالس القساوسة قسيسا تلو قسيس، ثم يدل على أن نبيا يخرج في أرض العرب فيعود مع قافلة فيغدر به فيباع على يهودي ثم يهودي آخر. لو كان كسلانا، لو لم تكن له غاية واضحة، كان يكفيه أن يقول بحثت عن الدين الحق فها أنا أباع وأشترى كالعبيد، يكفي هنا. لكنه كان صاحب هدف، كان يريد أن يكون عنده غاية، يريد أن يصل إلى الرسول الحق. فإذا به يستمر في البحث حتى يعلم بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أما كان يستطيع أن يقول أنا لست كأبي بكر، ولست من قريش، ولست ممن، إنما أنا من أهل الصفة، إنما أنا من الفقراء، إنما أنا من الضعاف، إنما أنا ممن يبحث عن قوت يومه ولا يجده، فما الذي يجعلني أحفظ السنة؟ أذهب إلى السوق أعمل. ولكن الهمة العالية هي التي جعلته أن يكون معين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يعرف أبا هريرة رضي الله عنه أنه راو للحديث. ما الذي يجعل خالد بن الوليد يكون سيفا من سيوف الله وقد تأخر إسلامه؟ ما الذي يجعل أبي بن كعب يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا؟ إنها الهمة العالية، إنها البيئة المعينة. ما الذي يجعل عمر الفاروق يستمر في الفتوحات؟ ما الذي يجعل أبا بكر الصديق بعد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم تستمر القوة ويستمر النشاط؟ إلا وضوح الغاية. وإن غاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن انقطع الوحي إلا أن النشاط موجود والهمة موجودة. فانتبه لنفسك يا رعاك الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد معاشر المسلمين، فإن الإنسان مسؤول عن نفسه أولا أن يكون نشيطا وأن يضع لنفسه غاية أو هدفا أو مشروعا. ثم اعلم يا رعاك الله أنك مسؤول عن أهل بيتك وعن الناس من حولك، أن تغرس فيهم النشاط
وأن تشجعهم وأن تكون رافعا لهم للهمم. فإياك يا رعاك الله والكلمات السلبية، إياك والتنشئة الخاطئة. اغرس في أبنائك حب العمل، حب العطاء، النصيحة، البذل، الإيثار، الاجتهاد، المبادرة، علمهم عليها وشجعهم عليها ولتكن لهم قدوة. فإن الأبناء إذا رأوا من الوالد عملا ونشاطا وقراءة ورياضة فإنهم يظنون أن كل الناس كوالدهم، وبذلك ينشطون ويعملون. وإياك يا رعاك الله أن تكون سببا لأن يكونوا كسالى. فإذا ما سئلوا عن الأوقات كيف تضيع، يقول والدي يقضي الأوقات الطويلة على التلفزيون أو على الجوال أو في المجلس، لا هو ينفع نفسه في أمور دينه ولا في أمور دنياه. والموفق رعاكم الله من وفقه الله جل وعلا وأعانه على نفسه، فبذل وجد واجتهد ونشط، وبذلك تقل سيئاته وتكثر حسناته ويشغله ويشغل بالخير. وإن أعانه الله جل وعلا فإن هذا بابا للصدقة الجارية لا ينقطع ويستمر. وانظر إلى الإمام البخاري، نشط 20 سنة في تأليف صحيحه وها هو إلى اليوم يذكر. انظر إلى صلاح الدين الأيوبي، نشط وجاهد وبذل فها هو إلى اليوم يذكر. انظر إلى عبد الرحمن الداخل، نشط وأسس الخلافة الأموية في الأندلس فها هو إلى اليوم يذكر. انظر إلى ابن عمر، انظر إلى ابن عباس وهم من صغار الصحابة، مع ذلك لما نشطوا وجدوا واجتهدوا ها هي أخبارهم وسيرهم تدرس إلى اليوم. الآن صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه كما أمركم ربكم في محكم التنزيل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.